شوفوا قبل يومين اية يومين امس والله انا امس بايع ب 49 وتعرفوا اني اشتريتها ب 48 وقام قفل خمسة 65 الندم شوف كيف خمن اقتحم المثلث بس ما قفل لما نقول لكم دائما العبره بالاغلاق العبره بالاغلاق تعالوا شوفوا في الشارت هذا ايش اللي موقفه هذا شارت استراتيجي هذا الخط يا اخوان ايش هو لعب الخط هذا ولا خط متعوب عليه شوفوا السهم تعالوا شوفوا والله نحن لو ندرس الاشياء دي نفهم ايش بيصير دحين الان لاحظوا هنا هذاك تحليل قنوات على اليوم وشغل مضاربه لكن تعالوا شوفوا بالمنطق والعقل اول ما تفائلنا بالفخاريه عندما اقتحمت الخط هذا شايفينه؟ هذه اللي اقول لكم عليه 45 اللي انا وقتها تتذكروا هرجه يا ابو يحيى لو عندك ربع مليون تسلفني اشتري لي 5000 سهم، اذا وصلت ان شاء الله طلعت 10 ريال 10 ب 5 ب 25000 وارجع لك ال 250000، هذه الهرجه متى قلتها انا؟ انا قلتها يا جماعه في في رمضان في ابريل، تتذكروا هنا؟ هنا قفل السهم فوق ال 45. هذا الخط كم يقرا؟ 45. طيب فين الخط الثاني الاستراتيجي؟ شايفين القاعده؟ شوفوا هذا القاع حق الايش؟ حق شهر ابريل من عام 2022. طيب شوفوا القاعده هذا تعرفوا كم يقرا؟ 49 20. شوف انا ليش ليش مع اني شايف اختراق الترند كنت عارض هنا عند ال 49؟ ابغى اضمن التنفيذ، ليه؟ لاني عارف انها مقاومه وما في اغلاق، طيب يمكن النادي نزل وفعلا نزل، ترى هذه ما هي اول مره، ثاني مره، تعالوا نشوف على اليوم ايش سوى اول مره، اول مره وصل هنا، شوف طبيعي يقول تو جاي منهك، جاي من 45 غلاق 10% خلاص هنا جمل الله حاله، ريح السهم، شوفوا لما ريح كنت اقول لهم اهم شيء ما يكسر 45، سوى قاع اعلى 45 70، طلع شوفوا فين وصل 48 80 كون قمة أدنى من قمة طيب معليش نزل لما نزل إيش قلت أنا 47 الدعم دخلنا عند اختراق 47 في المرة دي حصل هنا اختراق مسار هابط شوف كل ما يخترق مسار يطير بس إيش يصير إغلاق لما قفل خارج المسار جاب القمة دي رجع نزل قمنا رسمنا ترند زي نظام المراوح طيب هل نجح الفخاري في اختراق هذا الترند والإغلاق؟ لم يغلق رجع نزل طيب تعرفوا لو نزل الآن فكسر السبعة وأربعين فين يروح؟ فين يروح؟ فين تستناه؟ تستناه هنا عند الستة وأربعين ونص لو كسر إيش؟ لو كسر السبعة وأربعين السبعة وأربعين فين؟ السبعة وأربعين هنا شايف؟ اللي هذه منطقة الدخول باختراق الترند هنا شوف هنا دخل السيولة لذلك تتوقع الآن طالما ما قدر يخترق وحب يضغط معناه انا فين اشتري؟ اشتري بسبعة 47، انا لما بعت ب 49 اشتريت نص الكميه، بعت الفين. اشتريت هنا الف ب 48، اتوقعت انه النجل ارتد منها، قام كسرها، طيب فين حشتري الثانيه مره ثانيه؟ 47، طيب انا في الفخاريه حقعد لمتى؟ ما لم يكسر المثلث زي موضوع الصادرات، ما لم يكسر خمسة 35 ونص بنستنى 37 40 طيب الفخفخين ما لم يكسر ستة 46 ونص ومتوسط ال 50 على اليوم يشوف فين رايح رايح مع الترين نحن قاعدين في الفخاري على امل ايش يصير هاي تعالوا شوفوا ايش يصير نرجع للشارت الشهري ونحن مقبلين على إغلاقات شهرية بعد خمسة أيام وبكرة إغلاق أسبوعي شوفوا الآن الخطوط الاستراتيجية ما قلنا في خط عند خمسة واربعين وخط استراتيجي عند يعني تسعة واربعين عشرين أتخيلوا اقتحم تسعة واربعين عشرين لو جاء واحد قال طيب فين في خط عرضي استراتيجي آخر أعلى من هذه الخطوط شوفوا اثنين وخمسين هذا ضعيف شوية اللي أقوى منه خمسة وخمسين شوفوا شوفوا جاي من فين؟ هذه شوف هذه كلها يا جماعه انا اقول لكم هذا سر المهنه يا جماعه، احيانا انت تحلل، لازم تضع في الشارت قبل ما تحلل على اليومي افتح الشارت الكبير لانك لما تفتح الشارت الكبير وتحط الخطوط هذه يوم تنزل تحلل على اليومي يكشف لك وانت بتحلل قوه المعطيات اللي ممكن يروح السهم ولا ممكن يبنط، ها. شوفوا لاحظوا الان كم مره يرجعوا تسعه واربعين عشرين ما ما يعد. عرفتوا الان معناها كيف الطلع اللي تخلي السهم باختراقه يروح اذا اغلق فوق تسعه واربعين عشرين باي باي كل سنه وانتم طيبين وأنا تعالوا نشوف الان لو جينا كتحليل يومي وقلنا هدف وتد هذا المثلث اخترق الفخاريه بكره اخترق تخيلوا بكره الخميس جاتنا شمعه خضراء اخترقت الترند و واربعين 20 وين الهدف هدف المثلث هدفين ها الله اكبر ليش انا بثقه حستنى 52 لانه ما عندي مقاومه استراتيجيه كخطوط عرضيه تاريخيه الا هنا على الشارت الكبير شوف افتح الشارت الكبير شوف حلاقي انه عندي اه شوف في يوم من الايام بنى قاع هنا وارتد شوف هذا قاع فرعي بعدين رجع طلع بعدين جاء كسرها نزل قام سوى، فدائما هذه يسموها القمم والقيعان التاريخي، فدائما لا تت لا تهملوها، دائما تابعوها، لانه انتم بتحللوا على اليوم يوم تكون مرسومه هنا انت تخليك تصادق على بعد هذه فلسفه اخوكم ابو محمد، شوف بعدين في عندنا لسه تحليل معطيات شوفوا الآن الفخارية الأصل فيها إيش قناة هابط شوفوا هذه القناة يا جماعة شوفوا شوفوا شوفوا, شوفوا بالله شوفوا 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 شايفين القناة دي كيف يعتبر الآن الفخفخين شوفوا 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 ترى علم القنوات يا جماعة من أصدق المؤشرات شوفوا هذه أنا أشبق. كلها بالنسبة لي تعتبر تريندات شايفين شوفوا شوفوا دحين الفخارية في القنوات الهابط يعتبر الآن فين واقف بالنسبة للموجة الهابطة الكبيرة ألا يعتبر لسا ما زال امامه محط يعني ليش ما انفلت هاي سبرنت على قولهم؟ لانه مسكين كل ما يجي طالع يصطدم له في حاجة قويه، لما جاء طالع اول مره شوف اصطدم في القناه دي، شوف لما قفل فوقها بدا يفكر فين الان في, في القناه دي، شوف وافقت ايش يا جماعه؟ وافقت سبحان الله هذا الرقم اللي هو 52 وربع، لذلك انا كم معطى الان طلعت منه على أهمية هذا الرقم لذلك يا أبو محمود إذا أنت بتضارب في السهم وربنا أكرمك واقتحم 49 20 فين تحط العرض إذا أنت تبغى تبيع على مقاومة قوية لما جيت حللت على اليومي طلع عندي هدف المثلث قريب 52 لما جيت نظرت لاختراق 49 20 لقيت الخط العرضي 52 لما جيت حللت أكثر ورسمت القنوات الهابطة وجدت أنه عندي قناة مكسورة أبعادها الآن تتوافق مع 52 ربع لذلك تخيلوا وين ينتعش الفخارية أكثر ويدخل في مرحلة قناة متسعة إذا عدى 52 ونص أو 52 ربع علما أنه نحن طالعين حنصطدم في إيش؟ ب 55 وربع 3 ريال بس حلوه 3 ريال يعني اختراق 52 وربع حيكون الحركه نطاقها اوسع ان شاء الله تعالى طيب تبغوا وهذا خط برضو على النظري شوف جاي من القاعده التاريخي سبع ايش قصه سبعه وخم الربع دا الربع دا ورانا يا رجل نينو خمسين وربع خمسه وخمسين وربع سبعه وخم الله اكبر هذا فيه سر دا سبعه وخمسين وربع برضو ربع برضو ربع طيب تعالوا ناخدها بالعكس شوفوا المتعة شوفوا المتعة يا شباب والله يا جماعة لو تسوي زي ما أسوي أنا راح تطلعوا بقراءات قوية جدا تعالوا شوفوا المتعة الثانية المتعة الثانية على الأسبوع أوضح شوف الآن أنا إيش قلت الدعم مو دعم القناة طيب لما نجي عند الفخارية نرسم له من قاع الموجة الأساسية إلى القاع الثاني قناة ونروح للسقف هنا شوف هذا إيش هذا الدور إيش هذا مو الدور الأول طيب تعالوا شوف لو أخذنا المسافة من هنا نعتبر نفسنا الآن منذ أن تخطينا الخمسة وأربعين نحن خمسة وأربعين ونص إقتحمنا الدور الأول طيب وين الدور الثاني نحطه هنا محل الإختراق الله أكبر شوف لاحظ الهدف اللي حددناه عند 55 وربع وافق الخط الاستراتيجي يعتبر بالنسبه لي وانا طالع الان في الموجه دي لو عديت 52 وربع وين حيكون سقف الدور الثاني؟ مع 55 وربع، شفتوا المعطيات كيف زادت؟ كانت هذا واحد معطى، صار عندي اثنين فنيه، معناه المنطقه دي قوي كل ما خفت المعطيات كل ما خفت اهميه المنطقه. كل ما زادت القراءة من عدة معطيات زادت أهمية المنطقة لذلك أنا عندي مثلا مستوى 52 ربع قوي ال55 ربع قوي هذه كلها مقاومات يا جماعة الأسهم ذهب تخيلوا طلع من 45 ضرب 49 20 نزل من 49 20 إلى قريب 45 70 من 45 70 ضرب 48 20 من 48 20 أتخيلوا هذا الكلام كله خلال شهر

فيها حركة ريال بألف ريال فلو عندك أربع آلاف وبتحرك ألف على كل ريال وريالين طالع نازل بالله هذا ما هو مكسب ما هو مكسب ثبت النص وجزء النص الثاني قسمه خمسميات كل ريال ألعب على خمسمية سهم الريال مو بخمسمية ريال الفخارية سهم مبدع أنا دائما أقول لكم زمان أنا ما يهمني السهم اللي يطلع أنا يهمني السهم اللي يذبذب يعني الفخفخينة دي من يوم عدت 45 كم بالمية جابت طبعا لما أجي أقول كم بالمية جابت حتقول 10% بالمية. آسف أسمح لي أقول لك إنك غلطان تعالوا نشوف التذبذب تتذكروا المعادلة حقت تي وزين لما كنت أقول لكم زين عندي أحسن من تي ليش يا أبو محمود تذبذب تعالوا نشوف خلال ثلاثة شهور كيف تذبذب زين وكيف تذبذب تي سي مين أعطى أكثر من الثاني نلاقي اللي جالسين في زين ويضاربوا في زين ابرك لهم من ستيسي السهمين روعه السهمين حلوين لكن مين احلى من الثاني للمضارب اللي قاعد استراتيجي ومضارب بالكميات زين اطلق من ستيسي في اللعب بالكميات ناهيك انه سعره ارخص وناهيك انه تقدر انت تحرك فلوس اكبر فتلاقي شعبية زين في المضاربة أطلق من سي طيب هذا الفخارية شعبيته كيف مضاربيا قوي ليش في تذبذب في عالم عايشة على التذبذب ده مبسوطين المضارب ليش بيجني أرباحه أنت شوف العطاء اللي بيعطيه السهم يعني يا جماعة في الطلعة دي كل طلعة فيها قريب أربعة ونص خمسة بالمئة من الأدنى من الأدنى واحدة مرة جاب عشرة بالمئة المرة الثانية جاب 8% المرة الثالثة جاب خمسة بالمئة ما بين أعلى وأدنى ضمن ايش هل يعتبر السهم الآن إيجابي ولا سلبي بشكل عام جاوبوني هذا السهم الان داخل المثلث ايجابي ولا سلبي كيف يكون سلبي يكون سلبي لما يكسر المثلث طيب لما يكون سهم ايجابي معناه انا استناه فين مفروض انا دائما عيني على الدعم كل ما اشوف دعم ادخل لانه بيعطي صح ولا لا متى اقول استوب؟ لما يكسر يعني انا بنالي قمم وقيعان صاعده بعدين اسس منها ترند شوفوا الان بعد ما عدى ال45 وبدا يعلن الانطلاقه جاء اختبرها هنا تاسس الان الصعود، اتبنى المثلث، شوف شوف، صار عندي الان مثلث واضح، شرحناه الان وقلنا الفخاري اقتحامه للمثلث الهدف 52 وربع، بال... والعبرة بالاغلاق، يعني انا ما يعب عيني تخترق واخر الجلسة مقفل داخل المثلث، معناه ما انت رايح، طيب ايش اسوي انا عند المثلث؟ ابيع كمية عندي ثلاثة آلاف أبيع ألف طب اخترق ما صدي أنا مو بعت ألف خلاص بعت ألف الحمد لله أمنت على نفسي أبغى 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 في الألفين الثانية أوصل فوق قام رجع السهم كسر طيب هذه الألف ما هي فلوس طيب رجع لدعم فرق ريال ريال ونص تحت أرجع أشتريها مرة ثانية رجعها ثلاثة آلاف زي ما كان طلع مرة ثانية ضرب المثلث بيع الألف تلاقي نفسك وإنت قاعد تستنى الفرج قاعد تكسب ولا قاعد ولا ولا قاعد على راس مالك الاساسي؟ جاوب على هذا السؤال، وانت بتلعب جالس تكسب ولا جالس حاطط يدك على خدك ما بتستفيد شيء؟ لا جالس تكسب ممكن تطلع قلت لك من ألف سهم ألف و وتلاتة هو رايح جاي وما اختلف، آلاف كسبت من ألف سهم وال 2000 ثابته، طيب ال كم حيكون متوسطها؟ حيبقى هذه الثلاثة آلاف المكاسب يعني بما معناها لو كان متوسطي انا اخذتها كلها الثلاثه بسبعة وأربعين صارت علي ب وأربعين ونص، معناها قوية لعبتي في السهم، كل مالي اتمسك فيه اكثر. اقول الحمد لله انا بعت عن المخاطر طيب اين كسر المثلث كسر لو كسر المثلث تبقى بالنسبه لك وقف خساره ولا محافظه على الارباح محافظه على الارباح يعني انا الفيلم لو فشل انا برضه في النهايه كسبه لو لو وقفت مثلا في الألفين 2000 سهم او وقفت مثلا قلت والله كسر المثلث مع السلامه بطلت حتطلع كسبه ك... كمعادله عامه وكصفقه عامه طلعت كسبه ليش لأنه سبحان الله مضاربتك في الفترة دي خلت متوسطك الإجمالي ينزل تحت المثلث وهذا هو النجاح في في اللعبة المضاربية إيش اللي يصبرنا في الأسهم لو ما نسوي زي كده ها شرحي واضح ها طيب بعد هذا التحليل بالله عليكم ماذا نقول عن الفخاري يعني إلى الآن هل السهم ما زال في أمل ولا يعتبر سلبي هذه هي الزبدة لأنه أنت إذا عرفت الزبدة وارتاح ضميرك من السهم حتعرف تلعب فيه أما إذا جاء واحد م ما فهمت اللعبه وجاء قال لك بس والله السهم سلبي وسكت، طل في اشاره الساعه قال لك سلبي، ضحك عليه هذه الكلمه حتوديك ضيعت عليك السهم، ممكن بكره تشوفه نازل نص ريال ريال ممكن تفقد الامل تقول انا ايش قاعدني في سهم زي ده؟ حتبيعه تروح لسهم تاني تسمع ابو محمود يقول لك ارضى بقردك لا يجيك اقرد منه، تروح في سهم ثاني تتورط حتلاقي نفس الاشكاليات هذه واجهتها، يجيك الفخاريه مختلف. بعد كم يوم الله اكبر 52 الله اكبر راح علي السهم، اه الله يسامحك اللي قلت لي السهم سلبي، يا ريتني انا فاهم التحليل الفني وفاهم الكلام ده، كان انا على الاقل ما راحت علي الطلعه الجديده هذه، كان انا على الاقل بقيت والله السهم ايجابي، والله فعلا داخل ترند ايش اللي ندرني منه؟ شفتوا كيف هذا لما نقول العلم نور العلم نور نحن نعلم الغيب ما نعلم الغيب بس هذه يسموها قواعد اللعب متى ما فهمتها عرفت أنا أصبر ولا ما أصبر أبيع ولا ما أبيع أخفف ولا ما أخفف أدور الهدف ولا ما أدور الهدف خلاص هذا العلم يساعدك في أنك أنت تتخذ القرار السليم في الوقت السليم نسأل الله لكم التوفيق